وانت عندك 9 اشهر ضيعنا وقت، لان احنا المجلس العسكري استبقى النظام القديم. خلاص النظام القديم بيخوض معركه اخيره اللي هو عملها دي، واتهزم تاني. يعني زي اللي سقط في دور يناير دخل في دور نوفمبر، سقط برضه. ماشي يا استاذ، بس برأي حضرتك هل يا دكتور علاء انا احس بيها ان انا فعلا انا قوه وقادره اغير وقادره اعمل كل ما حضرتك عندك قدره الحشد بهذه الطريقه وهذا الصمود انت اقوى من اي حد. رأي حضرتك الحل ايه؟ الحل ايه من وجهه نظرك؟ حل استمرار الثوره في الشوارع لغايه لما يتم الاستجابه لمطلب بديهي جدا، هو انه المجلس العسكري ما ينفعش يفرض علينا حكومة هو عايزها، احنا اللي المفروض نختار الحكومة او نختار رئيس الحكومة اللي يختار هو الوزراء بتوعه. ما ينفعش تطلع لي الجنزوري من غياهب النسيان وتقول لي هو ده رئيس الوزراء، ما ينفعش، لان انت كده يبقى كان ما فيش ثورة اصلا. والجنزوري وبعدين لما تعرض على عمرو موسى وتعرض على البرادعي والاثنين يطلبوا صلاحيات والمجلس العسكري يرفض، يبقى معنى كده الجنزوري شغال بدون صلاحيات، لانه لو كان طلب صلاحيات كانوا رفضوه برضه، ومعنى كده المجلس العسكري عايز يظل هو اللي يحكم، فده ما ينفعش.